السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم إن شاء الله جيتكم بواحد وصفة ديال مبيد الحشرات. هذا المبيد الحشري اللي كيخرج في هذا الوقت وقت الربيع، واحد الدودة كتخرج في الغرس او في الخضار او في اي حاجه، اي نبات اخضر كتخرج فيه، حنا ما كنشوفوهاش، قليل اللي كيعرفها هاد النبته هاد الدوده هادي. اليوم جيتكم بهذا المبيد هذا اللي غنديروه ان شاء الله. ديجا كنت دايره وانا يلا دابا كنميلونجيه مع الرشاش اللي غنرش به هاد الفلفله اللي كنت ديجا زرعت معكم، وديجا كنضربها هذه الدوده. هاد المبيد راه ساهل، الوصفة ديالو راه عندي في لا فيديو السابق، إلا قلبتو الفيديوات غتلقاوه. كنديرو ربعة ديال الحامضات وربعة ديال الدروس ديال التومة والفلفلة حارة إلا كانت مزاود مزيانة، شي ربعة، واحد جوج معالق ديال الجيل ديال اللي كنغسلو به الموعن، والخل الخل ديال التفاح. هادو كنشدوه وكنطحنوه في مونينيكس، كنديروه على القياس ديالنا ديال الماء. بحال دابا انا درت هاد 16 لتر، وراه درت تقريبا درت شي 5 لتر ديال الماء، وخلطتو مع المانيت وخليتو يتجانس واحد 24 ساعة، وعاد نعطيه الغرس ديالي باش ان شاء الله يكون في حاله جيده. هانتوما كما تشوفوا ديجا انا بيت شوف هذا الرشاش هذا، خلطته بيت شوف هذا الرشاش هذا باش يتجانس مزيان ويطلق المفعول ديالو. هانتوما كما كتشوفوا، نتمنى يعجبكم هذا لا فيديو هذا، تابوناو عندي فلاشين ديالي في عالم رشيد والزراعه. هانتوما هدية، هادو هما الفلفله اللي كنت غرست قبل هاد الفيديو هذا. ديجا كانت ضاربه عليا الدوده، انا كنرشها باش ديك الدوده تموت، حيت الدوده انا قلبت عليها ما لقيتهاش، كنقلب بورقه بورقه ما لقيتهاش. ها نتوما كما كتشوفوا بعض الاوراق ديالي كاع متقوبين. هاد البومبا ضروري خصك تحرك ليها باش تطلع داك الماء. بومبا زوينه الصراحه ديال هاد الرشاش ديال المبيدات، غاليهش بزاف كاين، زوينه الصراحه كتقضي الغرض بلا ما تهزها، هي ثقيله فهمتي، فيها 16 لتر. انا كنفضل نحطها في الارض ونرش على خاطري. كاين بعض الفلاح اللي كيديرها كتكون عنده الارض كبيره ما يمكنلوش يبقى هزه، لكن انا عندي هادشي هذا الحمد لله على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. كما كتشوفوا بعض الاوراق عندي متقوبين، هي من هاد الدوده هادي. هادي فلفله ديجا كنت زرعها زريعه والحمد لله راه غرستها. ها نتوما واحد الورقه هي كانت طايحه، ها نتوما كاع تقباتها كلاتها. دابا جبت ليها الدواء ديالها، هي راه كتخرج من الارض، ماشي كتكون في الاوراق، كتخرج من الارض. انا بعض المرات تنكون كربشي الارض كنلقاها، ولكن هي في هاد الاوقات ديال عندك كتكون في وقت الربيع، في الصيف ما كتكونش الصراحه، في الصيف ما كتكونش، هي في اوقات الربيع كتخرج كتدبر على راسها وكتمشي. وفي نفس الوقت درت هاد الموسيكار الدجاج، راه كاين قبوليه هاد الفلفله هادي، واحد الفول حتى هو غارسو كاع نقبوه ليا، درت ليه حتى هو، دورت عليه واحد حتى هو واحد لبيشان وداكشي، مازال غنسد عليه، غنسد على هذيك الفلفله. هانتوما هادي واحد الحامضه حتى هي راه بدات دابا، راه وقت الحامض، اللي بغى يزرع الحامض في هذا الوقت هذا راه وقته، هذا شهر واحد يمكن لك تزرع الحامض.
لايك وابوني وضغطوا على الجرس وتهلاو ليا نلقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.